السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تطبيق على الموبايل بيستخدم الواقع المعزز في ان هو يستفاد من الاوبن ستريت ماب ويقول لك على الاتجاهات، يعني وانت ماشي في الشارع كده ومش عارف ده شارع ايه ومفيش شفطات، مجرد بس بترفع الموبايل بتاعك فتبدأ تظهر ان دي الشارع ده اسمه كذا وانت كده رايح على الشارع دوت، فتظهر يافطات حتى لو مفيش يافطات بالشكل دوت، يبدأ يوريك الاتجاهات بالشكل دوت. فدي استفادة جميلة جدا من الـ Open Street Map مع الواقع المعزز.